هناك وجوه في ملاعبنا لا تحتاج إلى وقت طويل لتحجز لها مكاناً وسط الكبار، مواهب لا تستند إلا على الإخلاص والجهد والعرق والطموح. عربي بدر لاعب وسط الأهلي الصاعد، من فصيلة لا تخطئها العيون والأبصار وتحبها القلوب وتتعلق بها. عربي بدر ناشئ الأهلي من مواليد 2001، الذي ولد في محافظة الجيزة وعرف الطريق مبكراً للقلعة الحمراء. تدرج بين ناشئيه وكان نجماً لامعاً يخطف الأنظار مبكراً، فتدرج سابقاً لأقرانه يلعب مع فئات سنية وعمرية أعلى. سلك نفس دروب النجوم الكبار قبل أن يكمل 17 ربيعاً. عربي بدر الذي كان برنامج الأشبال أول من تحدث عنه، من هنا نحن أول من وضعه تحت المنظار وقدمناه للجهاز الفني للفريق الأول في نجم المستقبل. بات فرس الرهان وعنصرا صاعدا في صفوف المارد الأحمر. عربي بدر اكتشفناه هنا ودعمناه، وها هو اليوم معنا في الأشبال يتحدث عن الذكريات والأحلام. ضيفنا النهاردة بنعتبره ابن برنامج الأشبال، أول ما اتكلمنا عليه أو ظهر أو بدأنا نسلط عليه ضوء كان هنا في برنامج الأشبال، والحمد لله ما خزلناش. كل المباريات اللي لعبها مع الفريق الأول كان بيسيب بصمة فيها لو الوقت قليل أو من بداية المباراة. لسه المشوار قدامه طويل، يعني بننصحه وبنقول له هي دي الخطوات الأولى، لكن لسه المشوار طويل مع النادي الأهلي ومع منتخب مصر، ونتمنى له كل التوفيق. برحب بضيف النهارده اللي مشرفني منورني في برنامج الأشبال، الكابتن عربي بدر. عربي بدر منورنا يا كابتن عربي. ربنا يخليك يا كابتن. طبعا بشكر حضرتك، كان من اول لقاء ليا كنت مع حضرتك، وطبعا بشكرك جدا على اللقاء الجميل اللي فات، وان شاء الله يكون لقاء النهارده كويس. كنت بتابع برنامج الأشبال وانت في البدايات في الاول وكنا بنتكلم عنك؟ اه كابتن طبعا، كل حاجه حضرتك بشوفها وبتفرج عليها وتبسطني جدا والله، بكون مبسوط جدا وانا بتفرج عليها. عايزين نتكلم معاك بقى من الاخر او من دلوقتي، يعني وانت في الفريق الاول، اول مباراه لعبها عربي بدر مع الفريق كانت مباراه ايه؟ كانت مباراه المصري. المصري السنه اللي فاتت ولا السنه دي؟ السنه دي. دي كانت اول مباراه. دي كانت اول مباراه، كان مع كوتش فايلر. مع فايلر. السنه اللي فاتت انت دخلت في مباريات بس ما لعبتش، كنت موجود على دكه البدلاء السنه اللي فاتت. كان برضو دخلت الماتش للمصري برضو، كان السنه اللي فاتت مع مستر لازارتي. متعاقد انت مع فرقه المصري؟ هو المصري ماتش فرقه المصري والشاحل عليا. اتحسب لك الدوري السنه اللي فاتت والدوري السنه دي؟ والله يا كابتن انا دلوقتي الحمد لله مع الفريق الاول واخد 2 دوري، وطبعا مبسوط جدا. وان شاء الله يكون عندي تاريخ كبير ويكون عندي ارقام كبيره في بطولات مع النادي الاهلي ان شاء الله. عربي وانت لسه بتبتدي المشوار، يعني حتى مع زمايلك الصغيرين مع الفريق الاول بالنادي الاهلي، احساسك ايه؟ وما شاء الله يعني بتحقق بطوله دوري وانت لسه، انت دلوقتي كام سنه؟ 19 سنه؟ دلوقتي لسه 19، لسه تمام 19 سنه من ايام قليله. 19 سنه 2 دوري ما شاء الله. السنه اللي فاتت الدوري بالرغم انك ما شاركتش كنت موجود وموجود في الـ يعني على دكه البدلاء، لكن اتحسب دوري. الدوري السنه دي بتشارك في مباريات، بتنزل شوط ثاني وفي مباريات كمان ابتديت فيها، احساسك وشعورك ايه؟ لا طبعا يا كابتن شعور ما يتوصفش، يعني اول ماتش ليا انا كنت مبسوط جدا، حتى الناس بتناديني تعالى عشان انت كنت بسخن ورا الجول مع كابتن سامي قمصان، قالوا لي تعالى انت تنزل، فكنت مبسوط جدا يعني. فلما شاركت يعني انا كده كده الحمد لله كنا في الفتره دي بتمرن كويس مع الفرقه وبتمرن كويس وشادد حيلي وكده، فلما جيت شاركت وكده ما كانش في اي مشكله واديت الحمد لله بشكل كويس. طيب عايز ارجع برده شويه للاشبال. مين يعني عربي بدر الاول راح النادي الاهلي ازاي؟ ده كابتن حضرتك رحت النادي الاهلي من 2011. كان كابتن ياسر محمدين وكان كابتن احمد جمال ماسك فرقه 2000. ورحت اختبرت معاهم مع كابتن مجدي كراره كان الاداري. ورحت اختبرت معاهم ومن ساعتها بقيت متواجد في الاهلي. المدربين اللي مرنوك بقى من 2011 مين اللي عدوا على عربي بدر؟ والله كابتن حضرتك كان اول سنه كان كابتن ياسر محمدين كان ماسك 2000، فانا جيت اتمرنت معاهم على طول. وكابتن احمد جمال كان مساعد لي. تاني سنه عملوا دوري اللي هو 11 ل 2001، فنزلت اتمرنت معاهم
نزل معانا كان كابتن ياسر محمدين برضو مسكنا في السنه دي، بعد كده كان كابتن احمد سراج وكابتن اسامه زكي، وطبعا بشكره جدا وبشكره جدا، كان هو كان في فتره تعبان فيها وربنا يقومه بالسلامه وربنا يطمنه عليه، ربنا يبقى كويس دايما يعني. وكابتن محمد شرف وكابتن اسحاق اول طبعا بشكرهم جدا. قعدت مع كابتن شرف فتره برضو، قعدنا 4 سنين، فكانوا 4 سنين يعني اجمل 4 سنين في حياتي. فطبعا بشكره جدا كابتن شرف وكابتن اسحاق اول، وكان اخر فتره كان كابتن عادل عبد الرحمن، وطبعا بشكره جدا ساعدني كتير السنه اللي فاتت، ويعني من الناس اللي هم اثروا في حياتي جدا يعني، طبعا بشكره جدا. كابتن عادل كان بيصعدك، وانت فريق 2001 كان بيصعدك معاه في 97. طبعا موجود معاه بشكل اساسي مع كابتن عمرو انور برضه. ما هو مع كابتن عادل عبد الرحمن كان هو في الفتره دي ماسك 97، فانا لعبت معاه الفتره اللي هو مسك فيها كلها، لعبت كل الماتشات. هو كان الفتره دي كان بيطلعنا درجه اولى دايما مع مستر كارترون، وكنت بنزل وبطلع اتمرن وبنزل العب ماتشات مع كابتن عادل، الفتره دي كانت كويسه يعني. طيب تعال نفكرك بقى باول كلام احنا قلناه عليك هنا في برنامج الاشبال، نرجع نفتكر معانا الفيديو يا دكتور. طيب تعال نشوف. بدر استوقفني هذا اللاعب خلال الموسم اللي فات من سلوكياته، من التزامه مع فريق 2001 لما كان بيأدي بمنتهى القوه مع فريقه، وكمان لما بيتم تصعيده لفريق 97 مع شباب النادي الاهلي. عربي بدر من اللعيبه المبشره اللي انا دايما بتنبأ لهم ان شاء الله هيكون لي مستقبل كبير مع النادي الاهلي. مستر مارتن نصارتي اشاد برضو بعربي بدر في معسكر اسبانيا. تعليقك يا عربي، واحنا هنا كنا بنتكلم عنك هنا في برنامج الاشبال، وكان الكلام ده من سنتين. والله يا كابتن حضرتك طبعا الكلام ده كله بيديني الدفع دايما، وده دايما ببقى مركز ان انا ابقى دايما يعني امشي بشكل كويس وعشان ابقى في الصوره دايما. وطبعا حضرتك عارف ان في قطاع الناشئين في لعيبه كتيره كويسه جدا، ودلوقتي الفتره بقت في تطور بعد القناه، وبعد ماتشات بقت بتتذاع لايف، وماتشات بقت بتتصور وبتتذاع بعدين، فده كله يعني بيبقى في صالحنا احنا، والناس دلوقتي بقت تعرف الناس الصغيره، وبقت الموضوع بقى مختلف عن الاول. ودلوقتي طبعا الدنيا ماشيه كويس مع قطاع الناشئين، وما شاء الله في 20 لعيب او 19 لعيب بيتمرنوا في الدرجه الاولى اليومين اللي فاتوا، فده كله ده كويس جدا لقطاع الناشئين يعني. سمعت احنا قلنا عليك ايه صح؟ طب تعالى نسمعك بقى انت قلت لنا ايه في برنامج الاشبال من سنتين فاتوا. مواليد 2001، ديفندر ومنتخب مصر الشباب. يضغط مره ثانيه النادي الاهلي. عربي وركله جزاء للنادي الاهلي. عربي بدري هو انا بدات كوره كان عندي 5 سنين، كنت بلعب يعني في المنطقه عندنا وكده، فجيت والدي ووالدتي كلموني وكده ورحت اتمرنت في مركز شباب كفر حكيم عندنا، لعبت موسم واحد معاهم كانت اكاديميه، بعد كده رحت مع كابتن سيد البراجيلي في البراجيل. دي فقره نجم على الطريق اللي احنا دايما مخصصينها هنا يعني للاعبين داخل قطاع الناشئين اللي احنا بنتوقع في يوم من الايام يكونوا موجودين مع الفريق الاول. الكلام ده من سنتين. الكلام ده فعلا من سنتين يا كابتن، وحضرتك يعني جم صوروا معانا في مدينه نصر وكده، وكنت مبسوط جدا وانا بصور اللقاء ده. كويس. عايز اروح بقى لمنتخب مصر الشباب، انت دلوقتي ما شاء الله موجود مع منتخب مصر الشباب مع كابتن ربيع ياسين، لكن قبل كده وانت اصغر من مواليد 99 برضو انضميت لمنتخب مصر الشباب كان مواليد 99. تمام يا كابتن. هو كان مع كابتن حماده صدقي. كان حضرتك برضو موجود. هو في الفتره دي يا كابتن حضرتك كنت انا موجود في فرقه 2001، وكنت بتصعد العب معاه مع 99 ماتشات. فحضرتك انتوا كنتوا بتيجوا تتفرجوا على ماتشاتنا وكده اللي هي 99، فانا كنت عامل ماتشات كويسه، وحضرتك كلمت كابتن حماده وكان ليك يعني فضل عليا بعد ربنا، وربنا كرمني رحت كذا معسكر. بس قبلها كنت انا موجود في منتخب ال 2000 مع كابتن ياسر محمدين وكابتن عمرو انور. ولعبت كل الماتشات، لعبت الودي والرسم الحمد لله رب العالمين. عربي انت لعبت دلوقتي موسيماني في مباريات مع الفريق الاول بيلعبك باك رايت، وانت اصلا مركزك الاصلي بتلعب خط وسط مدافع. ما شاء الله لما اديت ما حسيتش انك انت غريب عن المكان ده،
هل المدربين في قطاع الناشئين كانوا بيوظفوك برضو في المكان ده وتعلمت في الحته دي؟ والله يا كابتن حضرتك الفتره اللي انا لعبت فيها مع مستر موسيماني الفتره دي يعني هو كان بيحطني باك رايت، كان كابتن وكان لسه ما عرفش كل اللعيبه، ما كانش عارف كل الناس. فاللي وصل له صوره كويسه كان موجود مع الفرقه كابتن سامو امصان، هو وصل له صوره كويسه عن اللعيبه اللي موجوده وقال له عربي. كابتن مين؟ كابتن سامو امصان. كابتن سامي طبعا بشكره جدا واتكلم عليا كلام كويس وقدر بكلامه ان انا ابقى موجود وشاركت ماتش انبي وقدرت اقدم ماتش كويس، وبعد الماتش حضنني وبسني وقال لي رفعت راسي والحمد لله قدرت اعمل ماتش كويس يعني. وبعد كده لعبت ماتش طلائع الجيش، لعبت باك رايت برضو. دي اللقطه اللي هدف كان في مباراه طلائع الجيش صح؟ كابتن مباراه طلائع الجيش الكره انت بعد ما جبنا جول على طول ربنا كرمني وقدرت اطلع جول على طول. انت لعبت المباراه دي كامله؟ لعبت 90 دقيقه وطلعت اخر الثلاثه في الدقيقه 90. دي من ابرز اللقطات في المباراه دي، وما شاء الله كمان اديت ارقامك كمان حتى في المباراه دي ارقام في واحده ثانيه برضه يا كابتن. تلاقش كل اللقطات كل حاجه عندنا هي دي. طبعا التغطيه كمان انت بتلعب باك رايت وموجود في المكان ده. والله يا كابتن حضرتك كابتن احمد فتحي وكابتن محمد هاني دايما بيكلموني يعني قبل ما العب وكده كانوا بيتكلموا معايا كتير يعني قبل الماتش يعني كل واحد يتكلم معايا لازم تقف ولازم تتحرك ولازم تقف صح واهم حاجه ما يجيش من ناحيتك حاجه وامنع الكروس وحاجات كويسه يعني اتكلموا معايا كتير يعني فبشكرهم جدا يعني. طبعا وده دور اللعيبه الكبار في الفريق. مين تاني من اللعيبه الكبار في الفريق الاول بالنادي الاهلي لما انت بدات يعني تطلع وبدات تتمرن يعني كان بياخد بايدك بينصحك بيوجه لك نصايح في الفريق؟ والله يا كابتن كل الناس يعني مش عايز انصح حد، كل الناس يعني بيقفوا مع الناس الصغيره وبيقفوا معانا، كابتن عمرو السليه، كابتن وليد سليمان، كل الناس والله محمود كهربا، كابتن محمود كهربا، كل الناس بيساعدونا وبيقفوا جنبنا ولو في اي حد محتاج حاجه بيتكلموا معانا، في حد محتاج حاجه ما بيتاخروش علينا، كابتن سعد سمير كل الناس بيتكلموا معانا والله. وده دايما يعني اكتر حاجه بتميز النادي الاهلي الروح الواحده، دايما اللعيب الكبير لما بيطلع لعيب صغير بيحتضنه وبقدم له النصيحه، وده يعني تسلسل لجال زي ما بيقولوا في النادي الاهلي. عايز اسالك ابرز النصايح او ابرز التعليمات دايما اللي بيقولها لك موسيماني، هسمع ردك ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، كنا قلنا لحضراتكم شاركونا على صفحه القناه وقولوا لنا وابعتوا لنا رايكم في عربي بدر وهنقول كل اراء حضراتكم، ما شاء الله في تفاعل كبير جدا، يعني عايزين نقول يعني لحضراتكم بعض من اراء الناس في ضيفنا النهارده عربي بدر، يا ريت تعرضوا لنا كمان يعني راي الناس واحنا بنقول ارائهم. محمد الحضري بيقول عربي بدر موهبه ان شاء الله هيستفيد الاهلي هيستفيد بيها ان شاء الله. ورفعت عنتر بيقول ممتاز ان شاء الله بس لو مش هيلعبوا يطلعوا اعاره، لا ان شاء الله عربي بدري يشارك ويشارك الموسم الجاي يعني بصفه مستمره ويكون له دور كبير ان شاء الله. بهيره ابراهيم بيقول لاعب كويس جدا ولو مستقبل. مصطفى رضا ما شاء الله لاعب ممتاز وعنده شخصيه وان شاء الله يبقى ليه فرصه يلعب في الاهلي. عماد حماد لاعب موهوب خامه جيده بتثبت نفسه واقنع الجميع بموهبته. محمود ابراهيم بيقول لاعب ممتاز وان شاء الله يكون جوكر النادي الاهلي، هو فعلا هتكلم معاه دلوقتي في حته انه بيلعب باك رايت وكمان خط وسط مدافع مركزين. سعد محمد بيقول خامه مبشره جدا وشاف ان شاء الله هيفيدنا في المستقبل. ما شاء الله في تفاعل كبير جدا، وهقول اراء حضراتكم يعني في الحلقه كلها ان في اراء جيده جدا. عربي ما شاء الله اتمرنت مع كارتيرون مع لاسارتي مع فايلر مع موسيماني. عايز يعني موسيماني ابرز النصايح اللي بيقولها العربي ايه؟ والله يا كابتن حضرتك مستر موسيماني دايما بيتكلم معايا ان هو انت لعب كويس، انت لازم تهتم بالحته الدفاعيه، لازم تهتم بمكانك، لازم تركز، لازم بيكلمني حاجات تكتيك في الملعب كتير قوي وبيتكلم معايا كويس جدا. طبعا بشكره جدا على الثقه اللي هو اداها لي وبشكر الجهاز الفني وقدروا يعني ان هم يعني ادوني الثقه في اسرع وقت. هو جه مسك 4 ماتشات دوري، لعبت 3 ماتشات 2 اساسي وواحد احتياطي، فدي نسبه كويسه جدا. اتفاجئت وانت بتلعب في مباراه انبي باك رايت؟ والله يا كابتن احنا في النادي الاهلي عمرنا ما احنا متعود. ولا انت فرصه وانا عايز العب وعايز اكون موجود. حضرتك اكيد عارف انت حضرتك لعيب كوره، عارف اللعيب الصغير لما الوقت يجي اللي هو يلعب خلاص فهو لازم لازم يبقى مركز جدا، لازم يبقى مهتم، لازم عايز يحط رجله في النادي الاهلي، ده حاجه كويسه. فانا يعني الحمد لله قدرت ان انا ابقى كويس وقدرت ان انا انفذ تعليمات الكوتش يعني والحمد لله ربنا كرمني
وقدرت العب. يعني حضرتك انت عارف يا كابتن اسامه في النادي الاهلي ما فيش حاجه صعبه عليك، ما فيش حاجه، ما فيش رهبه، انت دايما متعود على كل ده وانت صغير وانت في الناشئين. اللعيبه اللي حواليك كمان الخبرات بتساعدك كمان أكيد في الملعب. اكيد اكيد يا كابتن، واحنا في الناشئين متعودين ان انت في اي وقت ممكن تطلب تلعب درجه اولى. يعني انا في ماتش المصري مع اللي انا نزلته مع فايلر انا كنت في البيت، كنت في منتخب، راجع من منتخب وكنت واخد اجازه، فكلموني رحت الماتش على طول وربنا كرمني وقدرت اشارك. ايه اللي بيميز موسيماني خاصه ان موسيماني كمان ما شاء الله من وقت قدوم موسيماني عدد كبير من اللعيبه في قطاع الناشئين بيتم تصعيدهم بيتمرنوا ما شاء الله، في لعيبه خدت فرص، محمد فخري ومحمد شكري، شفنا مصطفى شوبير، كان مصطفى شوبير كان مع فايلر، شكري محمد فخري، يعني شفنا عدد كبير، وعربي بدر عدد كبير وشاهد رضوان. ايه اللي يميز موسيماني؟ والله يا كابتن حضرتك هو اللي يميزه دماغه في الملعب كويسه جدا، بره الملعب يعني زي ما بيقولوا باللغه بالظبط، بيصاحب اللعيبه، بيخش في اجواء اللعيبه كلها، انت بيتكلم معاك، بيهزر معاك، بيحاول اللي هو ايه يبقى قريب منك جدا عشان تقدر تتمرن كويس، تلعب في الماتش كويس، بيشيل الضغوط من عليك، حاجات كتيره بقى يعني بره الملعب حاجات كتيره مهمه وحاجات في الملعب اهم يعني. كويس. عربي انت طبعا مش مقيد افريقيا صح؟ لا يا كابتن مش مقيد، وان شاء الله السنه الجايه ابقى مقيد. السنه الجايه ان شاء الله يكون مقيد وليك دور كبير ان شاء الله، ان شاء الله كابتن. وتبدا تكتسب الخبرات الافريقيه وانت موجود كمان وسط الفريق الاول وفي اوضه اللبس، اللعيبه كلامها عن البطوله دي خاصه ان بطوله مهمه للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، الحوارات اللي ما بتدور بين اللعيبه. والله يا كابتن بالنسبه لافريقيا حضرتك انا اول ما خلصنا ماتش طلائع الجيش فكابتن ربيع استدعانا في المنتخب، فروحت المنتخب على طول، فبعديها خدنا اسبوع اجازه فما كنتش موجود في النادي، لسه راجع النادي من 3 ايام، ودايما الكلام ان هم مركزين، دايما الكلام اللي هم حلمنا البطوله ولازم ناخد البطوله، وده تعب سنين كتير وبقالنا كتير ما خدناش البطوله فلازم ناخدها ولازم نموت نفسنا في الملعب، وحضرتك عارف الروح والاصرار عند اللعيبه، انت مش هقول لحضرتك يعني في الملعب في التمرين لازم ده يبان في التمرين قبل الماتش، فده التمرين ده يعني ده اللي بيدي بيسندك في الماتش، فبيتمرنوا كويس عشان خاطر ان شاء الله نقدر يعني ده الهدف الاكبر لعيبه النادي بالظبط، هدفنا الوحيد ان شاء الله ناخد افريقيا باذن الله. طيب عايز اروح بقى لمنتخب الشباب مع كابتن ربيع ياسين، وانت يعني احد العناصر الاساسيه، انتوا عندكم، بنشكر بالمناسبه كابتن ربيع ياسين انه سمح لعربي بدر يكون موجود معانا، وانتوا في معسكر وعندكم مباراه وديه بكره مع بتروجيت صح؟ كان حضرتك النهارده كان عندنا تمرين مع كابتن ربيع اللي هو استعدادا للماتش بكره، عندنا لعب بتروجيت في بتروسبورت الفريق الاول، فحضرتك استاذنته وقلت له كابتن باذنك ان شاء الله قناه الاهلي عايزاني وكده، قال لي اتفضل روح مفيش مشكله وبس يا كابتن. هو ده دايما عهدنا بالكابتن ربيع ياسين علاقه طبعا، بشكره جدا حتى في ماتش طلاع الجيش كنت انا موجود في المنتخب، وكابتن صادق حافظ كلم كابتن ربيع تواصل معايا وقال له طبعا تحت امر النادي كابتن سيد وما عندوش اي مشكله، ورحت النادي ولعبت الماتش الحمد لله واديت كويس. وعلشان كده احنا بنقول دايما علاقه الكابتن ربيع بكل الانديه علاقه محترمه، ويعني الموقف اللي حصل من الشباب وادي دجله وكابتن ربيع ياسين خد القرار زي ما احنا شايفين بيسمح لكل الانديه، لكن الفتره دي فتره مهمه جدا لمنتخب مصر، ودايما منتخب مصر ليه الاولويه. عايز اكلمك برضو طيب احنا شايفين دي الاحتفاليه بعد بطوله الدوري وبعد مباراه طلائع الجيش، وانت كنت موجود يا عربي في المباراه دي؟ كنت موجود الحمد لله. يا رب ان شاء الله تكمل الفرحه يوم 27 كمان باذن الله، ان شاء الله ناخد افريقيا يا كابتن ان شاء الله. احكي لنا بقى مين يعني من اللعيبه اللي كان مسخن الاجواء وقتها في اوضه اللبس بالاحتفال؟ والله يا كابتن كل اللعيبه كانوا فرحانين جدا، وبطوله مهمه في النادي الاهلي اخذناها، وان شاء الله البطوله الاهم افريقيا، وباذن الله نقدر ناخد افريقيا. لا ده كروري يا كابتن حضرتك هوصيه يعني كان مولع الدنيا الصراحه. انت بتقعد مع مين في الاوضه في المعسكرات؟ هو قبل ما يكون في كورونا وكده كنت بقعد انا ومصطفى شوبير دايما. مصطفى؟ اخويا كابتن، بحبه جدا، شخصيه جميله يعني بحبه جدا يعني. وخلي بالك برضو مصطفى يعني دلوقتي كل اللعيبه اللي احنا اتكلمنا عنهم هنا برضو. لا كابتن ده جول يا كابتن، جول ما شاء الله ربنا يحميه يعني، جول جامد جدا يعني. جول اللقطات دي في معسكر اسبانيا صح؟ دي كانت في معسكر اسبانيا، ده كانت في معسكر اسبانيا في بدايه اول معسكر ليكم مع لاسارتي وقتها مع مستر لاسارتي.
زي ما بقول لحضرتك مصطفى شوبرجو جول كويس جدا وخامه طيبه جدا، وان شاء الله يبقى موجود باذن الله بصفه اساسيه ان شاء الله في الفترات الجايه ان شاء الله. وموجود دلوقتي مع منتخب الشباب، منتخب الاولمبي، منتخب الاولمبي هيلعبوا البرازيل وكوريا على ما اظن. اتمنى لهم طبعا التوفيق، وده استعداد قوي مع منتخب البرازيل وكوريا الجنوبيه. عايز اروح برضو منتخب الشباب، عندكم المباريات القادمه غير بتروجيت بكره مين عشان تخلص البطوله قربت في شهر ديسمبر، في نص ديسمبر؟ البطولة كان المفروض 9/11 الشهر ده، فهي تأجلت علشان حضرتك عارف تونس فيها كورونا وفي حالات مصابة كتيرة جدا، فأجلوا البطولة وبقت في شهر 12 يعني. فاحنا منتخب مستعدين بشكل كويس جدا والإعداد كويس، وطبعا كابتن ربيع تعبان معانا وتمرين صبح وبعد الظهر يعني فترة الإعداد دي كلها اتمرنا أكتر من 10 تمرينات او 12 تمرينه صبح وبعد الظهر، وتمارين في الجبل والساعه 6 الصبح والساعه 5 الفجر. يعني طبعا كابتن ربيع بيهتم بالحته اللي هي اللياقه البدنيه، وبيهتم بالخطط دي، وبيهتم ان هو يطلع لعيبه المنتخب مصر الاول. فهو حضرتك كابتن ربيع معروف ان هو بيحب مصر جدا وبيتعب، وخلي بالك كابتن ربيع يعني لف مصر كلها علشان يكون احنا كابتن 2001. انا كابتن شاء وكابتن ربيع شاف كل لعيب مواليد 2003 و2002 و2001 شاف كل اللعيبه كل اللعيبه كابتن، ولحد دلوقتي بيشوف كل الناس لسه. فانا اظن ان هو ما ظلمش حد خالص، واظن ان هو بيدي كل الناس حقها، فان شاء الله ده يكون من صالح جيل منتخب 2001 ونقدر نشرف الكره المصريه ونقدر ان شاء الله ناخد افريقيا. طيب من يعني واحد من ضمن اللي انت قلت ليه فضل عليك في قطاع الناشئين النادي الاهلي كابتن عادل عبد الرحمن. يا كابتن عادل. يا استاذ ازيك؟ وحشتني. مساء الفل، منورنا يا كابتن عادل. اخبارك ايه؟ كله زي الفل الحمد لله. يعني حضرتك من الناس اللي ادوا فرصه العربي بدر بالرغم ان هو كان صغير في 2001، وحضرتك كنت مدير الفني 97، لكن أيوة. كان موجود معاك وبيلعب بصفه اساسيه، وكان في ثقه كبيره جدا في عربي بدر. انت فاكر يا كابتن اسامه لما جيت والكابتن محمود الخطيب اتكلمنا على ان الفرقه اللي تبقى تحت الفريق الاول ما تبقاش فرقه 97 بس، كان منتخب للقطاع كله. مظبوط، تفهمني؟ فكانت اول فكره عندي ان انا اشوف اللعيبه اللي امكانياتها اللي برومس ممكن تروح الفريق الاول. اول واحد لفت نظري كان عربي بدر من اللعيبه الصغيره، وكان شادي رضوان، بس شادي رضوان للاسف اتعور في كتفه ساعتها، كسر في التركوه وقتها فعلا. وكان في منعم وفي فخري مصطفى شوبير وقتها كمان كنت يعني بتصعده معاك على طول، وكان الحارس الاساسي بتاعك محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم مصطفى شوبير من الحراس الهايلين قوي، وانا يمكن عاوز اقول لك ان هو اكتر من مره واكتر من حته اتكلمت عليه ان هو من الموهوبين يعني. المهم ان عرف اللعيبه اللي انا افتكر يعني اللي قدراتهم تناسب النادي الاهلي. ليه؟ لانه روحه عاليه قوي، وولد محترم قوي بيحب النادي الاهلي قوي، دي حاجه مهمه جدا ودي حاجه كويسه. الحاجه الثانيه ان هو ديفندر من الديفندرات الجداد اللي بيروح على الجون بيشتغل، رغم ان هو لسه في الفريق الاول لغايه دلوقتي ما لعبش ديفندر يعني. ما انا دي عايز اسالك فيها، انت النهارده عربي توظف كتير خط وسط مدافع في الناشئين مع موسيماني بيلعب باك رايت ما شاء الله بيجيد، ده بيرجع بقى للشخصيه والموهبه ولا بيرجع ليها يا كابتن عادل؟ ما هو دلوقتي يا كابتن مسامي يمكن لو عربي ممكن يقول لك، انا كنت لما بقعد اعمل معاهم اجتماع اقول لهم اقل لعيب عندي لازم يلعب ثلاث مراكز. مظبوط. يعني انت حضرتك كنت بتشتغل على النقطه دي برضو في الناشئين؟ طبعا، كل في اي لعيب عندك في اي حته لازم يلعب على الاقل ثلاث اماكن، منهم يجيب منهم اثنين كويس قوي، والثالث ممكن يبقى في وقت لانك هتحتاج. ولان يا كابتن اسامه في فلسفه في الكوره ايه؟ انك انت لما بتبقى في حته الباك رايت حتى لو انت راس حربه ورجعت تدافع فانت بتبقى باك رايت، مظبوط، ولو رجع تلعب الكره بدماغك بتقف على الست يارده فانت تبقى سبت باك. مظبوط. فالمفترض ان اللعيب يلعب اكتر، فعربي في الامكانيات ان هي يقدر يلعب، انما الثمانيه بتاعه هايل، كان عنده صباعاته هايله قوي، عنده انقضاضه كويس قوي، بيعرف يلعب بدماغه، بيعرف يجيب جون على فكره، كان بيجيب جوان معايا كتير يعني. وكان بيهاجم كتير، ولكن في الاخر اللي انا عايز اقوله لك ايه؟ انه يبقى حاجه واحده بس، يبقى ازاي يعلنوا او ازاي تقول
عربي بدل مع الفريق الاول الجمهور يقبله، ودي حاجه مهمه. والحمد لله انا شايف ان الجمهور بدا يقبله كويس قوي، وان شاء الله هيقبله اكتر. اخيرا يا كابتن عادل، النصيحه اللي حضرتك يعني تقولها العربي هو لسه بيبتدي مشواره مع الفريق الاول؟ اه طبعا يا كابتن، انا بشكر جدا كابتن عادل، من الناس اللي بجد يعني اثرت في حياتي جدا، وانا على المستوى الشخصي بحبه جدا وساعدني كتير في الملعب وبره الملعب، فطبعا بشكره جدا وانا بحبه جدا يعني بحبه جدا. ويعني كابتن عادل عارف اتكلمني كتير، وحتى في الحته اللي هو حضرتك بتقول اللي هو لعيب بيلعب في اكتر من مكان، ده اكيد كان بيتكلم كتير. لازم انا ما عنديش اللعيب اللي هو يلعب في مكان واحد، لازم تلعب في اكتر من مكان، وده بيفيد المدرب وبيفيد اللعيب طبعا. تمام. عايز اقول لعربي بدر حاجه مهمه قوي. اتفضل. اول حاجه لازم تثق في الله جدا، وتثق في قدراتك، انت لعيب كويس هتقدر تعمل حاجه كويسه. كل ما تبقى افضل، كل ما تتواضع اكتر، كل ما تلاقي نفسك الناس بتثني عليك، لازم تدي اكتر. مظبوط. لعيب كره القدم وقت صغير، حافظ على الوقت ده، زمنك قليل كتير قوي، بنلعب 10 15 سنه البطل فينا. لكن لما ممكن تحافظ على نفسك كويس تقدر تلعب اكتر واكتر واكتر. وخلي ايمانك بالله وقدراتك ان انت تبقى حاجه قويه جدا، لانك انت عندك الامكانيات دي. واياك والغرور، اي لعيب كده مش عايزين اي لاعب صغير، لكن عربي ان شاء الله ما يكونش ان شاء الله. واكيد دي نصائح مهمه كابتن عادل من نجم كبير زي كابتن عادل عبد الرحمن، اللي بنشكرك شكرا جزيلا. نروح لفاصل، بعد الفاصل نستكمل الحوار مع ضيفي الكابتن عربي بدر. اهلا بحضراتكم من جديد. عايز اروح برضو يعني لبعض اراء من جماهير النادي الاهلي اللي شاركونا النهارده ورايهم في عربي بدر نجمنا النهارده وضيفنا النهارده. عايز اروح يعني عبد الله سماحه بيقول لاعب راجل في الملعب هو ومحمد فخري. محمد فخري كمان راح اعاره للبنك الاهلي، متمنى له التوفيق وتكون مشاركته كبيره ويرجع مره ثانيه للنادي الاهلي. وايضا حمزه علاء، حمزه علاء ده حارس مرمى فريق 2001. مصطفى حركه بيقول الجوكر الجديد بسم الله ما شاء الله، لاعب عنده شخصيه في الملعب. محمود ابو سلم لاعب متالق وان شاء الله يكون مستقبل الاهلي والمنتخب في مركز الديفندر. اسماء محمد لاعب ممتاز وينتظر مستقبل باهر. احمد عبد الله لاعب رائع وله مستقبل كبير مع النادي الاهلي. عربي يعني اراء الناس بتحملك مسؤوليه كبيره. اكيد طبعا يا كابتن، طبعا بشكر الناس، كل الناس اللي هم بيتكلموا كلمه كويسه عليا. وطبعا بشكر الناس برضو اللي هم مثلا بيتكلموا كلمه مش كويسه، فطبعا بشكر كل الناس. وان شاء الله اكون عند حسن ظن الناس اللي هم بيساندوني وبيدوني الدعم، وانا ان شاء الله اكون عند الثقه اللي هم مدينها لي ان شاء الله. طيب عايزين برضو نستعرض يعني نشوف ارقام عربي بدر في مشاركاته مع النادي الاهلي السنه دي في الدوري 2019 2020. شارك اربع مباريات، 184 دقيقه، شارك 184 دقيقه زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم دلوقتي. التمريرات الصحيحه لعربي بدر 102، 86 تمريره صحيحه. نسبه التمريرات الصحيحه ما شاء الله 84%، دي نسبه كبيره جدا وجيده. العرضيات 4، بالرغم انه بيلعب في مركز غير مركزه، هو مركزه اصلا خط وسط مدافع، لكن اجاد بشكل كبير في مركز الباك رايت. استخلاص الكره مره من 6 مرات في ملعب الخصم في النص الامامي. قطع التمريرات 10، التحامات الهوائيه 2 من 5، الضغط على المنافس 4 من 8. ولو عندنا كمان التحركات بتاعت عربي بدر في الملعب، ما شاء الله يعني كم جري كبير بيجريه عربي بدر، بيدل ان هو ما شاء الله لاعب جوكر بيقدر يجيد في كذا مركز، ودي حاجه ميزه كويسه جدا. النهارده بيبقى اللعيب اللي بيلعب في كذا مركز بيبقى ليه الاولويه والافضليه في الملعب. بنشوف ايمن اشرف، ايمن اشرف بيلعب باك ليفت، بيلعب مساك، ممكن يزيد في نص الملعب. شايفين دي تحركات عربي بدر في حته الباك رايت، المكان اللي وظفه فيه موسيماني واجاد فيه بشكل كبير ما شاء الله. يعني شايفين التحركات يعني مال المكان كله ناحيه اليمين، وفي كميات جري كبيره زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم دلوقتي. عربي عايز اسالك دلوقتي يعني وانت بتبتدي المشوار، ما طيب قبل ما اروح بقى واسالك عن دور الاسره في حياتك ومين اللي يشجعك، عايز اعرف يعني عربي بدر بيلبس رقم 40 مع النادي الاهلي. هو كابتن في اول ما روحت النادي كان في رقم
حبيت رقم 40 وكده، فخليت عم شعبان وعم جمال الله يرحمه ده كان عامل غرفة الملابس الناشئين معانا، كان مع ادوات مهمات بتاع 2001 فتوفى عم جمال الله يرحمه. فطلبت ان انا هو يطبع لي رقم 40 وكده، فلبست 40 وكنت بحب رقم 40. فجي لما لعبنا الدوري وبدانا ماتشات تاني سنه، فطلبت البس رقم 8 لحد ما طلعت درجه اولى، فلقيت ان انا في ارقام فوق لازم اخد رقم كبير، فاخدت رقم 40 اللي انا بدات بيه. تفائلت برقم 40 بالظبط كده، كان وش الخير عليك وش مع ولادك في النادي الاهلي الحمد لله. ولا ده كان عشان الدوري رقم 40 مع النادي الاهلي؟ لا انا كده الحمد لله اخد 2 دوري الحمد لله، كان ال 41 و42 42 الحمد لله. ما لحقتش انت الدوري 40؟ لا لا لا. طيب عايز اسال عن دور الاسره، دايما دور الاسره بيبقى مهم جدا في حياه اللاعب والناشئ وانت بتبتدي مشوارك، مين اللي كان بيشجع عربي بدر في البدايات بقى؟ الاب، الام، اختك، اخوك، مين اللي كان دايما بيساعدك ويوديك النادي الاهلي؟ هو انا كابتن في الاول كل الناس كتير جدا في المنطقه عندي ساعدوني طبعا بشكرهم جدا. ففي الاول حضرتك انت عارف ان هو لازم اهلك دول هم اللي بيساعدوك في كل حاجه. فانا طبعا بشكر والدي جدا وبشكر والدتي، بشكرهم على كل حاجه قدموها لي، وانا ان شاء الله اكون ابذل كل مجهودي عشان اقدر ابسطهم واساعدهم هم يعني كل ما بيقدروا ان هم يشوفوني بلعب وبشارك فهم بيبقوا مبسوطين يعني. فطبعا بشكرهم جدا واقدر ان شاء الله ابسطهم دايما، وبشكر جدتي، بشكر جدي طبعا، وبشكر اخويا مختار واخويا سعد واختي الكبيره ربنا خليها لي يعني شيماء. ومختار بالمناسبه بيقف جول، بيلعب في نادي حدائق الاهرام. جول كويس لاعب برضه. لا هو جول بيقف جول جول كويس، وكان بيلعب في بتروجيت فعملوا دمج في الفرقتين، فراح حدائق الاهرام وبيتصعد مع الفريق الاول، بيلعب مع الفريق الاول كويس، فهو جول كويس يعني، وان شاء الله ربنا يكرمه كده ويبتديها من تحت كده عشان ان شاء الله يبقى في نادي كبير باذن الله. لما خلصت بقى المباريات مع الفريق الاول وخاصه مباراه طلائع الجيش، لما مسكت التليفون اول حد بقى في العيله كلمته مين؟ او اول حد كلمته يعني كانت والدتي، هي على طول دايما بتكلمني وكل الناس اختي كانت بتدعي لك طبعا. طبعا ده انا اول ما اتخبطت كان في كوره اتخبطت فيها كابتن في رجلي جامد جدا، كان اللي هو احمد نصر الباك ليفت خبطني في ركبتي جامد جدا، كنت اتعور فربنا سترها يعني الحمد لله. قعدت تعيط طول اليوم، تعيط وانت لحد ما روحت الساعه كان الساعه 12:30 ولا 1، قعدت تعيط. لا ولا تعودي بقى صوتها في البيت في الموبايل بيعيط، فبقول لها مالك يا حاجه في ايه؟ قالت لي ما عشان انت اتخبطت. قلت لها لا انت تعودي. شايف الصوره دي؟ الحمد لله ان شاء الله ربنا يديمها دايما يا كابتن. طبعا يديمها دايما علينا دايما الدوري والبطولات افريقيا ان شاء الله، ونصور في الملعب ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، وده كل يعني دعوات وامنيات كل جماهير النادي الاهلي يوم 27 ان شاء الله ربنا يوفق لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني ان شاء الله يا كابتن. عايز اسالك بقى عن مثلك الاعلى. مثل الاعلى كابتن دايما بقوله هو كابتن حسام غالي، طبعا اعتزل بس انا بحبه جدا ودايما بحب اشوفه هو كان بيعمل ايه عشان يعني استفاد منه واقلده الحاجات الايجابيه. هو طول عمره كل ما اسال حد عليه يقول لي لعيب راجل، لعيب شخصيه، لعيب جامد، لعيب بيركز في الملعب كويس، فانا بحاول يعني اتعلم منه عشان اقدر ان شاء الله ابقى يعني زيه ان شاء الله. طيب مين من برضو اللي بتتعلم منه مع الفريق الاول دلوقتي؟ هو دلوقتي كابتن موجود معاه في الملعب كابتن عمرو السوليه. طبعا بحب عمرو السوليه. انا كابتن في اوضه اللبس يعني بجد والله الكلام ده اول مره اقوله، انا بيبقى في اوضه اللبس في صد القاهره او في اي نادي وبيبقى قاعد يعني بيبقى قاعد في وشي فدايما بفضل ابص له ابص له انت بتعمل ايه عشان اتعلم منك يعني. ان شاء الله دلوقتي ما شاء الله ربنا يحميه من كل حاجه يعني. دلوقتي في حته كويسه يعني وربنا يكملها له كده ان شاء الله، ويبقى مستمر مع منتخب مصر ويلعب بصفه اساسيه ان شاء الله في الفتره الجايه. فانا بفضل اتعلم منه كل حاجه في الملعب، بتعلم منه دايما، بيتكلم معايا يعني بعد كل ماتش انا لعبته ويفضل يتكلم معايا انت كويس. كنت عملت مين كذا. مين ابرز اللعيبه اللي دايما يعني حتى لما بتبقى في الملعب او بعد المباراه شد حيلك دي بدايه لازم الفرصه تتمسك بيها؟ والله يا كابتن حضرتك ماتش انبي اللي انا اول ماتش شاركته ونزلت اساسي، فانا كنت بلعب باك يمين ناحيه الدكه بتاعتنا فانا كل ما ابص صح الاقي الناس كلها فرقتنا تشجعني كل الناس فيعني ده حب غير طبيعي. كل ده اول باصه بسيطه كله قاعد يسقف لي فده اداني حماس كبير وكل الناس. وبالمناسبه محمد هاني اتكلم معايا وقفشه قفشه ده من منطقتك كابتن جنبي على طول. انت منين؟ انا من كفر حكيمه كابتن، وهو قفشه من القنبره، فاحنا جنب بعض المنطقه دقيقتين يعني مش ما بيننا وبين بعض دقيقتين، فاحنا مع بعض دايما يعني وحضرتك وكل الناس اتكلموا كابتن صالح جمعه، كابتن محمود كهربا، كابتن وليد سليمان. أول كل الناس واحد في اول تمرين الفريق الاول مين اللي استقبلك بقى؟ استقبلك واتكلم معاه.
والله يا كابتن انا في الاول يعني كنت مكسوف في الاول اول ما اروح اول تمرين طبعا كنت مكسوف كنت قاعد لوحدي وكده فكابتن سعد سمير اتكلم معايا وكابتن شريف كرامي كابتن شريف كرامي اول ما داخل كنت بتوضى وكده فلقيته راح بيقول لي انت انت عندك كام سنه عربي قلت له عندي 15 سنه قال لي ايه ده انت قد ابني ده انت قعدت اضحك كده فدي كلها مواقف يعني كويسه يعني ومواقف ايجابيه اثنيت انت على الكابتن سامي قمصان كان سعيد جدا بعد مباراه انبي و... وتقول انه بعد المباراه حضنك واثنى عليك وقال لك يعني كان مبسوط ليك جدا كابتن هو كابتن زي ما قلت حضرتك هو كابتن كان مستر موسيماني اول ما جه ما كانش عارف كل الناس يعني كان عارف اتكلم عنك كويس عارف كل الناس اللي هم بيلعبوا بصفه اساسيه فهو اول ما اتكلم قال له في عربي بيلعب ديفندر وكان كان هو يعني كان في ناس ما عندهم كروت صفراء وكروت حمراء وكده كان في في ناس موقوفه يعني فكابتن سامي كلمه وقال له ما اعرفش اتكلم معاه بالظبط ازاي يعني فهو اتكلم معاه قال له لعيب كويس وكده وقال له ممكن باك رايت بيقدر يلعب وكده فلعبت باك رايت والراجل يعني من كلام كابتن سامي اثق في كلام كابتن سامي طبعا. ولعبت ده طبعا بشكره جدا وبشكر كل الجهاز الفني ودي حاجه خلي بالك اكيد سعاده كابتن سامي قمصان لما هو اتكلم عنك ورشحك لموسيماني وانت كمان يعني ايه هو يعني كنت عند حسن ظنه واديت مباراه كويسه هو كابتن زي ما حضرتك عارف ان انا يعني احنا كشباب بنبقى يعني وجهه للناشئين كويس. فاحنا لما احنا انا وفخري وشادي وشكري لما نادي ومصطفى شوبير لما نادي بشكل كويس فهو الناس بيشوفوا الناشئين في ناشئين كويسه فده طبعا يعني ان شاء الله ربنا يساعدنا ويقدرنا ان احنا نقدر نساعد كل الناس يعني الناشئين يطلعوا زي ما حضرتك شفت عدد كبير انت خلي بالك دلوقتي الباب مفتوح ما شاء الله موسيماني يعني بيجي مدرب بيحب الناشئين وبيعتمد على الناشئين وبيديهم مساحه خلي بالك الدليل مباراه بيراميدز مباراه بيراميدز وانت ناقص منك واحد في الملعب ده بينزل مين بينزل اتنين ناشئين نزلنا انا في الاول بدل. قبل ربع ساعه وشادي رضوان ده دليل ان في ثقه كبيره في اللعيبه فهو اول ما جه كابتن هو في التكتيك او في التمرين يعني ما عندوش اللي هو لعيب كبير هحفظه التكتيك بس لا كويس. كل الناس زي بعضها كابتن تمرين مرونة ورشاقة كل الناس اتمرن تمرين تكتيك تمرين باص كل الناس زي بعضها صغار زي كبير عشان دي. هو قال ان كل الناس عندي بتشارك انا كل الناس عندي انا بلعب 53 ماتش 54 ماتش في السيزون كله فكل الناس هتشارك استحاله 11 لعيب يلعبوا كام ماتش كم كبير من الماتشات فيبقى فيه لا قدر الله اصابات في توقفات فكل الناس عشان تبقى بشكل كويس اخيرا بقى عايز اسالك عن يعني واحد من نجوم الفريق الاول نموذج يعني يحتذى به على المستوى الاخلاقي وكمان المستوى الفني الكابتن وليد سليمان طبعا كابتن وليد سليمان من مستوى الشخصي يعني محترم جدا لعيب كبير لعيب ليه تاريخه لعيب ليه ارقامه جامده ما شاء الله فطبعا بيتكلم مع كل اللعيبه الصغيره بيتكلم وبيساعدنا وبيساندنا في الملعب وخارج الملعب هو دايما لما يكون واحد متضايق زعلان ما تتضايقش عادي انت اتمرنت وحش النهارده او ما مش موفق في التمرين ان شاء الله بكره تتمرن كويس فده كله كلام كويس ودايما بيساندونا اللعيبه الكبيره وكل الفرقه يعني متكاتفين وكل الفرقه ايد واحده والحمد لله ده اللي منجحنا يعني الحمد لله اخيرا بقى كابتن عربي نصيحتي ليك هقول لها وانت اقولها لك وانت لسه بتبتدي مشوارك ان شاء الله يستمر سنوات طويله مع النادي الاهلي اول حاجه لازم تحافظ على صحتك صحتك هي دي سلاحك في الملعب تواضعك التواضع مهم جدا وانت نازل كمان تتمرن مع الناشئين حتى او بتلعب مباريات معاهم تواضع مهم جدا دايما تسمع كلام مدربك كل تمرينه مش هقول لك المباراه كل تمرينه بتاخدها كانها مباراه رسميه ليك علشان تثبت نفسك فيها وان شاء الله يعني ربنا يديك الصحه كده وتقدر تكون موجود في النادي الاهلي سنوات طويله وزي ما الجماهير بتقول عليك الجوكر النادي الاهلي تكون ان شاء الله جوكر النادي الاهلي الجديد خلال فتره الجايه باذن الله كابتن ان شاء الله ان شاء الله كابتن شرفتنا ونورتنا كابتن عارف متشكر جدا يا كابتن على الحلقه الجميله واليوم الجميل ده كابتن ان شاء الله بتمنى لك كل التوفيق في نهايه حلقتنا يعني بشكر ضيفي كابتن عربي بدر ابن قطاع الناشئين وابن برنامج الاشبال نتمنى له ان شاء الله كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه مع الفريق الاول بالنادي الاهلي وايضا مع منتخب الشباب بقياده الكابتن ربيع ياسين ما زال الحديث مستمر عن المواهب داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي ولكن استنونا الاسبوع الجاي وحلقه جديده من برنامج الاشبال شكرا في حاجات واماكن ومعارف بيروحوا نسيانهم سهل والفرق